السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سناء؟ أولى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم اسمي محمد خالد من الفرقة الخامسة. ان شاء الله هشرح لكم النهاردة اخر جزء في عمل الميكروبيولوجي في موديول البايو، وهو بعنوان البي سي ار والليكوفيسز والدي ان ايه فينجر برينت. تمام، بس قبل ما ناخد الثلاث حاجات دي هناخد نبذة مختصرة عن حاجة اسمها الايه دي ان ايه اكستراكشن، ازاي انا استخرج الدي ان ايه. تمام. قبل ما نبدأ عاوزين نفتكر زمايلنا اللي توفوا وندعي لهم ربنا يتغمدهم بواسع رحمته يا رب ويلحقنا بيهم على خير، ونبدأ كده الجزء بتاعنا. تمام. طيب قبل كل جزئية انا هشرحها تلاقي فيه سلايد خاصة زي كده، حاول الخص فيها الجزئية عشان تحفظوها معايا بعدين نقرا الكلام معاكم في الداتا. تمام. طيب دي ان ايه اكستراكشن يعني استخراج الدي ان ايه، يعني انا عاوز الخلية دي هاخدها هستخرج منها الدي ان ايه وباقي الخليه انا مش عاوزها. تمام. طب هل انا بستخرج دي ان ايه بس؟ لا، انا ممكن استخرج دي ان ايه وار ان ايه. تمام. طيب هنفصل بينهم ازاي؟ هتعرف كمان شويه. طب عشان نتخيل الموضوع كده احنا عاوزين نرسم خليه. ادي الخليه بتاعتنا اهي، هنرسمها بالاحمر معلش. ادي الخليه بتاعتنا اهي، وادي النواه اهي وليكن بالازرق برضو، ادي النواه. تمام. وادي الدي ان ايه بتاعنا نسموه بالاسود. تمام. بعدين هل الخلية كده بس؟ لا، بيبقى فيه هنا اورجانيلز وبروتينز، واحنا عارفين الدي ان ايه برضو بيبقى ماسك في ايه، في استونات اللي هي بتعتبر برضو بروتينز. تمام. سواء كان بقى يعني الدايرة السوداء دي انا هعتبرها دي ان ايه او ار ان ايه. تمام. تمام. طيب احنا عاوزين دلوقتي نوصل للدي ان ايه. قدامنا كام عقبة؟ قدامنا السيل ممبرين ده، وقدامنا البروتينات دي، وقدامنا برضو ممبرين زيه، وقدامنا البروتينات دي، البروتينات دي. تمام. تمام. طيب هنوصل للكلام ده بقى ازاي؟ نغير اللون كده. ماشي. هنوصل بقى للكلام ده ازاي؟ اول حاجه هنعملها ان احنا نكسر الممبرينز دي. طيب هنكسرها بحاجه اسمها ايه؟ بحاجه اسمها لايسيس بافر. ثانيه، لايسيس بافر. تمام. اللايسيس بافر ده هيعمل ايه؟ يروح مكسر لي الممبرينز، سواء كان الممبرين ده او الممبرين ده. تمام. بقى دلوقتي المحلول بتاعي فيه ايه؟ فيه البروتينات وفيه الدي ان ايه. تمام. طيب انا عاوز اعمل ايه بقى؟ عاوز افصل افصل الدي ان ايه عن البروتينز دي. فانا اروح اعمل ايه؟ قدام حاجه من الاثنين، يا رصب البروتين يا كسر البروتين. تمام. يا اما رصبه يا اما كسره. احنا بنفضل ايه؟ بنفضل ان احنا نكسر البروتين. ليه؟ علشان الخطوه اللي بعدها ان احنا بنرصب الدي ان ايه. فانت لو رصبت الدي ان ايه ورصبت البروتين يبقى عندك مشكله. تمام. ولكن الخطوتين متاحين. تمام. طيب فاحنا الخطوه اللي بعدها ان احنا بنكسر البروتين. طب البروتين ده بيتكسر بايه؟ بانزيم اسمه بروتيناز. فاحنا الحاجه الثانيه اللي بنستخدمها حاجه اسمها البروتيناز. تمام. بروتينيز ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين بيكسر عباره عن انزيم بيكسر البروتينات. تمام. كده احنا كسرنا خلصنا من السيل ممبرينز والنيوكلير ممبرين وكسرنا البروتين. تمام. بقى عندنا دي ان ايه وار ان ايه وشويه حاجات في المحلول بقى، بواقي المحلول. تمام. طيب احنا بقى هنعمل ايه؟ هنروح جايبين الدي ان ايه ده ونرصبه. هنرصبه بايه؟ بالكحول، الكحول. تمام. طب بعد ما نرصب الدي ان ايه بالكحول هناخد السوليوشن ده كله ونروح عاملين ايه؟ نروح مخلينه يعدي على السيليكا. تمام. طيب هو لما بيعدي على السيليكا ايه اللي بيحصل؟ ساعتها السيليكا دي بتروح ماسكه في الدي ان ايه واي حاجه تانية ما بتمسكش فيها. تمام. طب كده هو عدى في السيليكا ومسك فيها. نغسل بقى الحاجات التانية اللي احنا مش عاوزينها، اللي هي بواقي تكسير البروتينات. تمام. اللي هي بنسميها الدبرس، البواقي زي بواقي الاكل كده بنسميها دبرس. تمام. طيب بواقي تكسير البروتينات دي بنغسلها بايه؟ عن طريق حاجه اسمها ووش بافر. تمام. غسلنا بواقي اللي هو البروتينات دي. بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا السيليكا ومعاها ايه؟ ومعاها الدي ان ايه او الار ان ايه اللي ماسك فيها. فاحنا عاوزين نفصل الدي ان ايه والار ان ايه دون عن السيليكا. طب هنفصلها ازاي؟ بحاجه اسمها اللوشن بافر. تمام. طب بعد ما احنا فصلناها بقى لي عندي ايه في المحلول؟ بقى لي دي ان ايه او ار ان ايه. فعلى حسب بقى، والله انت عاوز دي ان ايه فتروح انت مكسر الار ان ايه فتستخدم حاجه اسمها ار ان ايز سوليوشن. طب انت عاوز دي ان ايه يبقى انت هتستخدم، لو انت عاوز الار ان ايه هتستخدم هتكسر الدي ان ايه فتستخدم حاجه اسمها دي ان ايه سوليوشن. تمام. دي ان ايز سوليوشن. يبقى كده الخطوات بتاعتنا تاني، احنا بنكسر الممبرين سواء كان سيل ممبرين او نيوكلر ممبرين.
بحاجه اسمها لايسيس بافر. طب وبعدين نكسر البروتين بحاجه اسمها بروتيناز، تمام. طب وبعدين نرسب الدي ان ايه عن طريق حاجه اسمها الكحول. طب رسبنا الدي ان ايه، هناخد المحلول ده كله ونعديه في السيليكا، نعديه بعد ما نعديه في السيليكا، السيليكا هتمسك في الدي ان ايه والحاجات التانيه لا، تمام. طب بعد ما تمسك في الدي ان ايه، قال لك هغسل المحلول ده بحاجه اسمها ووش بافر عشان اتخلص من الدبرس، تمام. طب بعد كده هفصل بقى الدي ان ايه والار ان ايه اللي مسك في السيليكا دون عن السيليكا، فبفصلهم بحاجه اسمها ايروشن بافر. طب وبعد ما انا عملت كده هشوف بقى انا عاوز دي ان ايه، فكسر الار ان ايه بالار ان ايه سوليوشن، عاوز الار ان ايه اكسر الدي ان ايه بالدي ان ايه سوليوشن، تمام. ادي كده يعتبر الجزء اللي احنا عاوزينه في الدي ان ايه اكستراكشن، تمام. دي الرسمه اللي انا رسمتها. نيجي بقى الستبس زي ما هي مكتوبه. اول حاجه ان انا بعمل لايسس للسيلولار ميمبرين ونيوكلير ميمبرين، تاني حاجه ان انا اتخلص من البروتين من البروتينات وال عن اتخلص من البروتينات عن طريق ايه، اما عن طريق ان انا اكسرها ديجيشن بانزيمز زي البروتينيز، او عن طريق ان انا ارسبها سواء كان بالكحول او سولت بريسبتيشن بالكحول او الملح، تمام. طب بعد كده اعمل بعد كده هعمل ايه، هحصل على الدي ان ايه والار ان ايه ازاي، ان انا اول حاجه ان انا ارسبه بالكحول، تمام. طب بعد ما ارسبه بالكحول بيقول لك ان انا بعد ما برسبه بالكحول بغسل الدي ان ايه دون، بحط له ميه يعني عشان الكحول ده بيمتص الميه، تمام. فانا برجع احط ميه ميه بس تكون نيوكليس فري ووتر، يعني ايه يعني هي يعني الميه دي ما فيهاش حاجه تكسر الدي ان ايه ولا ار ان ايه، تمام. مش موضوعنا انهم انا ايه برسبه بالكحول. طب بعد ما انا برسبه بالكحول بمرر المحلول دون على السيليكا، تمام. طب السيليكا دي بتعمل ايه، بتمسك في الدي ان ايه والار ان ايه. طب وبعدين اغسل المحلول دون من اي دبرس عن طريق حاجه اسمها ووش بافر. طب وبعدين قال لك دلوقتي بقى عندي السيليكا والدي ان ايه، فانا اروح اعمل لهم ايروشن عن طريق حاجه اسمها ايروشن بافر. فانا دلوقتي ايه، فانا دلوقتي بقى عندي الدي ان ايه والار ان ايه بس، وعلى حسب بقى انت عاوز الدي ان ايه نكسر الار ان ايه، وانت حسب عاوز الار ان ايه نكسر الدي ان ايه، تمام. نيجي بقى للحاجات اللي احنا بنستخدمها اهو تاني، اللايسيس بافر عشان اللايسيس السيل ميمبرين ونيوكلير ميمبرين، بروتييز وبروتين او بروتينيز كي ايا كان يعني، هما اتنين نفس الحاجه، وعشان اكسر السيلولار او الهستون. طب ووش بافر عشان افصل اغسل الدي ان ايه او الار ان ايه من اي دبرس، كلمه دبرس دي مهمه، تمام. بعدين ايلوشن بافر عشان ايلوت الدي ان ايه او الار ان ايه من السيليكا، واخر حاجه دي ان ايز او ار ان ايز على حسب. لو انت عاوز تكسر الدي ان ايه استخدم الدي ان ايه الدي ان ايز عشان احصل على بيور ار ان ايه، لو انت عاوز تكسر الار ان ايه عشان احصل على بيور دي ان ايه، تمام. ادي كده خلصنا الدي ان ايه اكستراكشن، تمام. عشان كده بيقول لك يعني ان الناتج بتاع الدي ان ايه اكستراكشن اما ايه، اما ان انا احصل على دي ان ايه، اما ان انا احصل على دي ان ايه او ار ان ايه، موجود في ايه، موجود في نيوكليس فري ووتر او اولوشن بافر، يعني ممكن استخدم الاثنين في الاولوشن، تمام. في حاجه اسمها ايبن دورف تيوب، الاسم ده مهم، ايبن دورف تيوب، ايبن دورف تيوب تبقى التيوب اللي انا بطلع منها الدي ان ايه او الار ان ايه دون بسميها ايه، بسميها ايبن دورف تيوب، تمام. تمام طيب هل نرجع بقى نسال سؤال، هل انا بستخرج الدي ان ايه او الار ان ايه ده ليه؟ علشان اعمل حاجه اسمها بي سي ار اللي هي بوليميريز تشين رياكشن، هي سلسله تفاعل البلمره، ان انا بضاعف الدي ان ايه او الار ان ايه، تمام. طب البي سي ار دي معلومه عليها مهمه جدا جدا، انها بتضاعف الدي ان ايه بس، البي سي ار مش بتضاعف الار ان ايه. طب انا بستخرج الار ان ايه ليه؟ قال لك عشان انا بستخرج لما بستخرج الار ان ايه دون ممكن احوله انا لدي ان ايه واضاعف انا ساعتها الدي ان ايه، تمام. يبقى احنا البي سي ار بتضاعف الدي ان ايه بس، فانا لو الناتج بتاعي ان انا استخرج دي ان ايه هاخده هضاعفه في البي سي ار. طب لو الناتج بتاعي ان انا طلعت ار ان ايه هحوله لدي ان ايه عن طريق حاجه اسمها ريفرز ترانسكريبشن، عكس ترانسكريبشن، وبعدين اخد الدي ان ايه اللي هيطلع لي دون اروح احطه في البي سي ار، تمام. فهو بيقول لك هنا، بيقول لك ان الار ان ايه مش بيحصل له امبليفيكيشن في البي سي ار، فلازم احوله عن طريق الريفرس ترانسكريبشن لدي ان ايه، ولما يتحول دي ان ايه اقدر انا ساعتها اضاعف الدي ان ايه في البي سي ار، تمام. نخش بقى في موضوع البي سي ار ده. ايه موضوع البي سي ار ده؟ هي عباره عن ايه، هو عباره عن دي ان ايه امبليفيكيشن ان فيترو، وكل كلمه منها مهمه، تمام. دي ان ايه يعني انا بستخدم البي سي ار عشان اضاعف الدي ان ايه بس، مش بضاعف الار ان ايه. طب الار ان ايه عشان اضاعفه احوله دي ان ايه وبعدين احطه في البي سي ار، تمام. طيب يبقى هو دي ان ايه امبليفيكيشن يعني تضاعف، تمام. تضاعف الدي ان ايه ان فيترو يعني بره الجسم، مش ان فيفو، ان فيفو يعني جوه الجسم. عشان انا بعمل الكلام ده فين، في تيست تيوب، في انبوبه اختبار، تمام. تمام فهو عباره عن ان انا اضاعف الدي ان ايه، يبقى هو عباره عن دي ان ايه
amplification in vitro. تمام. دي كلمة دي ان ايه مهم، amplification مهمة، in vitro مهم. تمام. طيب فكرة البي سي ار ده عبارة عن ايه؟ بيقول لك يا عم الحاج ان احنا عندنا الدي ان ايه دون، وليكن ادي الشريط بتاعنا اهو، ماشي. قال لك انا عاوز اضاعف الدي ان ايه دون، هضاعفه ازاي؟ قال لك اول حاجة ان انا بروح فاصل الدي ان ايه ده، تمام. بفصله ازاي؟ قال لك ان انا هسخن عن طريق ان انا ارفع درجة حرارة التست تيوب لحوالي 95 درجة، تمام، فيروحوا مفصولين عن بعض كده، وادي الاولاني وادي التاني، تمام. وبعدين قال لك بجيب حاجة اسمها برايمر. ايه البرايمر دون؟ البادئة، سوري، البادئة، تمام. البداية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تتابع معين من الدي ان ايه، هو بيمسك في تتابع معين من الشريط الدي ان ايه هنا، تمام. فده البادئة بتاعتنا، تمام. طيب عشان البرايمر ده يمسك في الدي ان ده، العملية دي بنسميها انيلينج، تمام. انيلينج يبقى دي سيباريشن ودي انيلينج، تمام. نرسم كده ده السهم بعدين هنا، تمام. طيب بعد ما احنا البادئه دي راحت ماسكه في الايه، في الجزء في الشريطين بتوع الدي ان ايه دون، ايه اللي هيحصل بعدها؟ ساعتها هتجيب انزيم اسمه دي ان ايه بوليميريز، من اسمه اهو دي ان ايه بوليميريز، ده الانزيم اللي هيضاعف الدي ان ايه دون، هيروح هو مكمل لي باقي الشريط، فيروح بقى عندي شريط من شريط واحد بقى عندي شريطين من نفس بنفس التركيب بنفس تتابع النيوكليوتيدات بتاعت الشريط الايه بتاع الشريط الاولاني، تمام. فالعمليه الثالثه دي بقى بنسميها ايه؟ بنسميها الدي ان ايه اللي هو الدي ان ايه بوليميريز، اللي هو عمليه الريبليكيشن، تمام. فهو البي سي ار عباره عن ايه؟ عباره عن 3 عمليات، سيباريشن انيلينج ريبليكيشن، تمام. طيب هل انا بعمل ال3 عمليات دول بس؟ لا، ده انا بكررهم بقى تاني، يعني انا خلصنا بقى الريبليكيشن اهو، بقى عندي بدل الشريط بقى عندي الشريطين، لا هدخل الشريطين دول في نفس البتاع، اروح رافع درجة الحرارة اللي هم مفصولين عن بعض، بقى عندي اربع شرايط منفردة، بعدين احط البرايمر. البرايمر دون هيمسك، لما بيمسك هيشتغل الدي ان ايه بوليميريز، فيبقى كده ايه، بيبقى كده عندي 4، وال4 يبقوا 8، وال8 يبقوا 16، وهكذا بقى، تمام. لان انا بحصل على ملايين النسخ. يبقى هو البي سي ار راح جه، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن 3 خطوات، سيباريشن انيلينج وريبليكيشن، تمام. طيب نقرا بقى الكلام. الدي ان ايه اول حاجه ان هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن دي ان ايه البي سي ار عباره عن ايه؟ عباره عن دي ان ايه امبليفيكيشن ان فيترو. فبيقول لك نفس عمليه الدي ان ايه ريبليكيشن اللي بتحصل جوه الخلايا، ولكن الموضوع ده بيحصل في ايه؟ في تيست تيوب، في انبوبه اختبار، تمام. طيب الموضوع ده بيحصل ازاي؟ قال لك عن طريق الاثنين ستراندز دول بيحصل لهم سيباريشن، يتفصلوا عن بعض لما ارفع درجه الحراره. طب لما ارفع وبعدين يجي البرايمر يمسك فيهم، بنسميها برايمر انيلينج، وبعدين يحصل الونجيشن ان انا اطول الشريط عن طريق الدي ان ايه بوليميريز، يعني مش ريبليكيشن، لا هي اولينجيشن، هما الاثنين نفس المعنى بس يعني ايه، خلينا بالمكتوب، تمام. يبقى هيحصل اولينجيشن عن طريق الدي ان ايه بوليميريز، وينتج عني ايه؟ ينتج عني نسختين من نفس من النسخه الاولانيه اللي كانت موجوده، والاثنين يبقوا 4 والاربعه يبقوا 8 وهكذا، تمام. طيب ايه الحاجات اللي انا بستعملها؟ ببساطه كده اول حاجه ان انا بعملها ايه؟ بحتاج الدي ان ايه اللي انا هضعفه، يبقى الدي ان ايه تمبلت اللي انا عاوز اضعفه، تمام. طب تاني حاجة أنا بستعملها إيه؟ هي البرايمر. البرايمر اللي هو هيبقى متكامل مع نهايتي الدي إن إيه سيجمنت اللي أنا عاوز أضعفها، تمام. أدي البرايمر أهو، ده البرايمر الأولاني، ده البرايمر التاني، الاتنين كومبلمنتري، يعني متكامل مع الإيه؟ مع نهايتي الدي إن إيه، جزء الدي إن إيه اللي أنا عاوز أضعفه، تمام. طب تالت حاجة الدي إن إيه بوليميريز، تمام. دي إن إيه بوليميريز ده الانزيم اللي هيعمل لي ايه؟ هيطول لي الشريطين، تمام. هو كاتب لك كلمه قصاده كده حاجه اسمها سيرمو ستيبل، يعني ايه سيرمو؟ يعني حراره، وستيبل يعني مستقر، يعني الدي ان ايه بوليميريز الانزيم دون بيبقى مستقر في درجه الحراره ما بيتكسرش. ايه اللي ليه هو بيقول كده؟ قال لك علشان
البروتينات دي بتتأثر بدرجة الحرارة، فانت لا فانت الشغل عندك الاساس ان انت بترفع درجة الحرارة عشان تكسر الدي... اه تكسر اه تفصل الشريتين عن بعض. طب لما ترفع درجة حرارة والانزيم اللي معاك بيكسر درجة الحرارة، انت كده العملية مش هتتم، فانت عشان كده بتستخدم انزيم ثيرمو ستيبل بيتحمل ارتفاع درجة الحرارة. تمام. تمام. طيب اي انزيم بيحتاج عامل حفاز، فالعامل الحفاز بتاعنا هو المغنيسيوم. ادي كده خلصنا النقطة التانية. طيب الانزيم ده هيعمل ايه؟ هيطول شريط الدي ان ايه عن طريق ان هو يحط النيوكليوتيدات الجديدة، فانت محتاج طبعا النيوكليوتيدات. تمام. طب ده كله بقى لو اعتبرنا ان هو السكر، فاحنا لازم نحط السكر في مية، فاحنا بنحتاج بفر زي ايه؟ زي محلول كده ان احنا نحطه في التست تيوب دي. يبقى تاني الحاجات اللي احنا بنستعملها ايه؟ جزء الدي ان ايه اللي انا عاوز اضعفه. تمام. تاني حاجة البرايمر اللي هيبقى كومبليمنتري للاتنين اندس بتاعت جزء الدي ان ايه اللي انا عاوز اضعفه. تالت حاجة الدي ان ايه بلومريز اللي هو هيطوض لي الشريط. طب الدي ان ايه ده بلومريز ده بيحتاج حاجتين، بيحتاج المغنيسيوم ايون كعامل حفاز له، بيحتاج الحاجات اللي بيحتاج النيوكليوتيدات اللي هو هيحطها عشان يطول اللي هي الديوكسي نيوكليوتايد. تمام. بعدين ده كله بقى اعتبرناه السكر، فاحنا هنحطه في مية اللي هي الايه اللي هي البفر بتاعتنا. تمام. ادي كده يعتبر الدي ان ايه، ادي يعتبر البي سي ار الحاجات اللي انا مستعملها. طب الخطوات هي برضو نفس اللي انا قايلها، ما ايه ما تتخضوش، اللي هي عباره عن ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ اول حاجه الدي ناتوريشن، ان انا افصل الاثنين ستراندز بتوع الدي ان ايه عن طريق ان انا ارفع درجه حراره التيوب ل 94 او 95. تمام. الارقام ما اظنش انها مهمه. بعدين الانيلينج، ان احنا نمس ان الاثنين برايمر دول يروحوا ماسكين في الاثنين ستراندز بتوع الدي ان ايه عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا انزل درجة الحرارة لحوالي 50 او 65 درجة. تمام. طب وبعدين التالت حاجة الاكستنشن اللي هي الالونجيشن، يعني ان انا بعمل الالونجيشن للدي ان ايه سيجمنت عن طريق ان انا اضيف نيوكليوتايد باستعمال ايه؟ باستعمال الدي ان ايه بلوميريز اللي احنا قلنا ان هو ثيرمو ستيبل، بيتحمل درجة الحرارة عن طريق ان انا بزود درجة الحرارة ل 72 درجة. تمام. هل الارقام دي مهمة؟ لا، انا يهمني بس ان انت تعرف ايه التلات خطوات، اللي هو السيباريشن ان انا افصل الاثنين ستراندز، اللي هو الانيلنج اللي هو الاثنين برايمر يمسكوا في الاثنين ستراندز، وتالت حاجة الالونجيشن او الاكستنشن يحصل الالونجيشن للدي ان ايه سيجمنت عن طريق الدي ان ايه بوليميريز. تمام. طب الخطوة الرابعة هي ريبيت، ببساطة ان انا بريبيت بقى السايكل دي عن طريق ان انا ارفع درجة الحرارة تاني يحصل دي ناتوريشن، وبعدين احط البرايمر يمسك فيحصل انيلينج، وبعدين دي ان ايه بوليميريز يشتغل فيحصل اكستنشن لحد ما يحصل على ايه؟ على نسخ كتيرة جدا، بيقول لك مليونز اوف كوبيز. تمام. تمام. ادي كده البي سي ار. تمام. طيب البي سي ار ده بقى لما انا بعمله كده انا ضعفت الدي ان ايه، الجزء الدي ان ايه اللي انا عاوزه ده ضعفته لملايين النسخ. تمام. طيب انا الدور الجاي بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا افصلهم عن بعض، افصلهم عن بعض بحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اجاروز جيل الكترو فوريسيس. تمام. اجاروز جيل الكترو فوريسيس، الكترو فوريسيس يعني الفصل الكهربي. الفصل الكهربي بدأ بيتم عن طريق جيل، نوع من الجيل اسمه اجاروز جيل اللي هو موجود هنا، اللي هو موجود هنا اللي هو الازرق ده. تمام. طيب الاجاروز جيل الكتروفوريس بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في الديتكشن، ديتكشن الكلمه دي مهمه، ديتكشن اوف امبليفايد دي ان ايه، ان انا اديتكت الدي ان ايه اللي انا ضعفته. تمام. تمام. طيب ليه انا بعمل له ديتكشن؟ هقول لكم كده معلومه، البي سي ار ده بيستخدم مثلا في، لو انتوا فاكرين ايام كورونا كده كان يقول لك ايه، لو حد عشان يتاكد لو عنده كورونا ولا لا بنعمل له مسحه. تمام. المسحه دي عباره عن ايه؟ عباره عن انا باخد جزء يعني مسحه كده من النوز بتاعته، واحط وادور على الفيروس، على الدي ان ايه بتاع الفيروس ده. طب انا بدور على الدي ان ايه بتاع الفيروس ده عن طريق ايه؟ عن طريق البي سي ار. طب عن طريق ايه؟ ان انا بيبقى عندي البادئه بتاعه الدي ان ايه بتاع الفيروس. تمام. انا عارفها. طب بحطها في الدي ان ايه اللي انا خدته من العيان ده. طب بعدين اروح بعد ما اضاعف الكلام ده اروح حاطه في الاجاروز الالكتروفوريسيس ده. تمام. وافصله، انا عارف ان عارف الدي ان ايه بتاع الفيروس ده مثلا طوله 50 وحده. تمام. فهشوف لو العيان ده طلع عنده دي ان ايه طوله 50 وحده يبقى العيان ده عنده الفيروس. طب العيان ده لو ما عندوش يبقى هو ما عندوش مع... يبقى هو إيه؟ لو العيان ده ما ظهرش عنده دي ان ايه عند 50 وحده دون، يبقى العيان ده اصلا ما كانش عنده الفيروس، وبالتالي انا الفيروس الضعيف دون سوري
وبالتالي الدي ان ايه اللي عنده ده ما تضعفش، فبالتالي العين ده ما عندوش الايه، ما عندوش الفيروس. تمام، عشان كده هو بيقول لك ان انا بعمل ديتكشن للامبليفايد دي ان ايه، للدي ان ايه اللي انا ضعفته. تمام، يبقى انما انا لو ما ضعفتوش يبقى مش هيبقى فيه دي ان ايه اصلا اعمله ديتكشن. تمام. طيب فكره الاجروس جيل اكتوفريش ده، وعامل بالظبط زي صينيه. يعني تخيل معانا ان احنا عندنا صينيه من بتوع الكيكه دي. تمام، الصينيه دي احنا جينا في الاول، رحنا عاملين ايه، رحنا احنا جايبين تيوبس، ادي التيوب اهي. تمام، وحطينا فيها الدي ان ايه بتاعنا. تمام، اول تيوب سيبكم منها دلوقتي، اقول لكم هي بتاعت ايه. تمام، حطينا الدي ان ايه هنا وهنا وهنا وهنا. تمام، بعد ما احنا حطيناه حط لا بعد ما احنا حطينا الدي ان ايه هنا، عملنا ايه، رحنا احنا حاطين الجل بتاعنا او يعتبر اللي هو الكيكه يعني، حطيناها في هنا، حطيناها في باقي الصينيه. تمام، حطينا الجل هنا. تمام، بعدين رحنا احنا جايبين سلكين كهرباء، واحد سالب واحد موجب. حطينا السالب يمت الدي ان ايه، وحطينا الموجب بعيد عن الدي ان ايه. ليه؟ قال لك عشان الدي ان ايه ده يحمل شحنات سالبه. تمام، فبالتالي سالب مع سالب يتنافر فيجري يمت البوزيتيف. تمام، يعني احنا لو حطينا العكس الدي ان ايه هيدنه زي ما هو، ما مش هيجري. تمام، فاحنا عاوزين الدي ان ايه ده يجري. تمام، طيب وبعدين قال لك شغلنا الكهرباء، بس بنشغلها لايه، لمده دقيقه او لمده معينه، مش بنشغل الكهرباء ونسيبها على طول. ليه؟ عشان احنا لو شغلنا الكهرباء وسيبناها على طول كل الجزيئات هتجري، هتوصل لحد هنا. تمام، انما احنا عاوزين ايه، عاوزين نشغلها لمده معينه بس، بحيث ايه، بحيث ان الجزيئات دي هتجري اسرع بناء على حجمها. يعني ايه، يعني الجزيئات ذات الحجم الكبير هتبقى بطيئه، الجزيئات ذات الحجم الصغير، تخيل ان احنا في سباق التخان هيبقوا بطاء، والناس الرفيعة هتجري بسرعة. تمام، فهو كده الناس الرفيعة هتجري بسرعة توصل لمدى كبير، اللي هو الناس اللي مثلا وزنها 50 كيلو، لما الناس اللي وزنها 1000 كيلو لا، ده هتبقى بطيئة في الأول خالص. تمام. ادي كده فكرة البيس. ساعتها انا بحصل على ايه، بحصل على جزيئات دي ان ايه، كل جزيء موجود في مكان معين على حسب حجمه. تمام، طب انا بعرف حجمه ده ازاي؟ من اول واحدة دي، اول واحده دي هي اللي بتعرفني حجم كل جزيء كام. تمام، ده بناء على ايه، بناء على ان انا حاطط في اول واحده دي جزيئات دي ان ايه، انا عارف حجمها. تمام، وبعدين عارف انها هتوصل عند مكان معين حسب الحجم ده، فده بالنسبه لي يعتبر زي تدريج المسطره. يعني تخيل دي المسطره بتاعتنا بقى اللي هي متدرجه، فهنا بيقول لك يعني ان هنا، هي بتقول لك ان هنا ان ده الجزيئات دي حجمها 50، فاي حاجه فيها في اي جزيئات بتتجمع في المنطقه دي، ده معناه ان الجزيئات دي برضه حجمها 50. طب دي جزيئات حجمها 150، ده معناه ان اي جزيئات لو كانت موجوده هنا كان هيبقى حجمها 150، وكذلك هنا 300. هنا الجزيئات دي مش حجمها 300 قوي، لان هي فوق 300، فهي ما بين 300 و 500، يعني ممكن تكون مثلا 400. تمام، فهي بتقول لك ان الجزيئات دي مثلا حجمها حوالي 400. تمام، وهكذا بقى، هنا 500، هنا 750، وهكذا. تمام، قال كده فكره الجاروس جيل الكتروفوريسس. تمام، الفكره دي انا عاوزك تفهمها عشان ايه، علشان هو بيجي لك مثال تطبيقي عليها زي الشكل ده كده. تمام، هو بيقول لك بقى ان انت بص على الدياجرام دون، بيقول لك ان احنا الدياجرام ده عاملينه عشان ايه، عشان ندور على ال 350 نيوكليوتيدا بتوع الدي ان ايه فراجمنت بتوع الهيباتيتس بي. بيقول لك ان احنا خدنا عينه من عيان، العينة دي يعني عاوزين نشوف هي فيها هيباتيتس بي ولا لا. طب هيباتيتس بي ده بنعرفه ازاي؟ قال لك بيبقى في حجم النيوكليوتيدات فيه حوالي 350. تمام، فاحنا بندور على دي ان ايه فراجمنتس، على قطع الدي ان ايه اللي حجمها 350. تمام، طب مبدئيا كده مين العينين اللي طالعين بوزيتيف، هو ايه، هو 3 و4 و5، عشان دول كلهم ما بين 300 و 500، يعني حوالي برضو ايه 350. تمام، يبقى من البوزيتيف عندنا 3 و4 و5. تمام، بعد كده عرفناه من ايه، عرفناه ان هو عنده بندور على 350 ودول عندهم 350. تمام، طيب هو هنا بيسألك اول سؤال، بيقول لك الباندز دي اللي هي الشرايط اللي احنا شايفينها دي بتعبر عن ايه، بتعبر عن دي ان ايه فراجمنت، اللي هي قطعة دي ان ايه اللي انا ضعفتها. تمام، طيب ايه اللي موجود في اللين واحد ده، يعني الخط الاولاني ده، ايه اللي موجود فيه؟ ده موجود فيه اللي هو المسطره بتاعتنا اللي احنا بنسميها دي ان ايه ماركر.
تمام. دي ان ايه ماركر، ده علامة الدي ان ايه او المسطرة بتاعتي اللي بتميز لي، دي المسطرة اللي بت ايه اللي بتميز لي الدي ان ايه دون مساحته سوري حجمه كام. تمام تمام طب تالت سؤال بيقول لك، يعني بيقول لك الدي ان ايه دون بيبقى موجود فيه ايه وحجمه قد ايه. تمام طب حجمه قد ايه دون؟ حجمه قد ايه دون؟ 50، احنا عرفناه من الخط. تمام موجود في ايه؟ بيقول لك ان هو موجود في ده البرايمر، ده البرايمر اللي انا استخدمته علشان ده البرايمر اللي انا استخدمته علشان اضاعف الدي ان ايه. كان البرايمر ده حجمه 50. طيب البرايمر دون لما حطيته في الجهاز ما لقاش الدي ان ايه اللي هيمسك فيه، ما لقاش الفيروس يعني اللي هيمسك فيه، فالجهاز عمل ايه؟ راح مضاعف البرايمر، فبالتالي ظهر البرايمر هنا بس هو اللي في العينه، فده معناه ان العينه دي ما فيهاش الدي ان ايه بتاع الفيروس. تمام فده معناه ان الشخص ده ما عندوش الفيروس والشخص ده سليم. تمام يبقى احنا عرفنا لين واحد ده الدي ان ايه ماركر، لين اتنين ده فيه البرايمر اللي انا استخدمته طوله كام؟ طوله 50 وحدة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك انهي عينة طالعة بوزيتيف؟ قلنا ان هي 3 و4 و5، ليه؟ علشان فيهم 350. يا جماعة المثال ده مهم عشان هيجيلكوا زيه او ممكن يجي هو نفسه في الامتحان، تمام؟ عشان النوع من الاسئلة ده مهم فلا انت لازم تفهمها. تمام طيب بيقول لك يعني انهي بول بيبقى فيه البوزيتيف وانهي بول بيبقى فيه النيجاتيف. تمام احنا قايلين النيجاتيف دايما بيبقى يمه الويلز، يمه الدي ان ايه، ليه؟ علشان الدي ان ايه يجري يمه البوزيتيف، فالبوزيتيف هو البعيد عن الويلز. تمام طب السؤال اللي بعده بيقول لك انهي الباندز، انهي شرايط الدي ان ايه اللي هتجري ابطا؟ اكيد الكبيره، يعني كل الشرايط الكبيره بتبقى ابطا. طب الشرايط الكبيره الابطا دي هتبقى اقرب للويلز ولا هتبقى بعيده عن الويلز؟ لا اكيد هتبقى اقرب للويلز. تمام ودي اللي بتبقى فيها اللونجر او اللارجر دي ان ايه فراجمنت. تمام طب انهي شرايط اللي بتجري اسرع؟ اكيد الشرايط اللي بتبقى اقصر، اللي بتبقى حجمها صغير، الشرايط الصغيره، الشرايط الرفيعه. تمام تمام فقال لك الشورتر دي ان ايه، ودي بقى طبعا فارزر فروم، بعيد عن الايه؟ بعيد عن الويلز. تمام طب تالت بقى الحاجة عندنا بيقول لك ايه هي وظيفة كل من الاجرور جيل. تمام ايه هي لازمة الاجرور جيل؟ ما انا ممكن اعمله على صينية فاضية، هتعمله على صينية فاضية ازاي؟ ازاي الدي ان ايه هيجري في صينية فاضية؟ لا ما ينفعش، لازم يكون في ماتريكس. الماتريكس ده زي ايه؟ زي هعتبره عن ايه؟ ده الشوربة بتاعت الكلام ده. تمام قال لك لازم ده يعتبر الماتريكس اللي هتجري فيها المولكيولز بتاعت الدي ان ايه، جزيئات الدي ان ايه هتجري فيها. تمام طب الكتريك كارنت ده عبارة عن ده ايه لازمته؟ قال لك ده القوة اللي هتدفع جزيئات الدي ان ايه السالبة انها تجري من القطب السالب للقطب الموجب. ونقطة كمان مهمة، ان ممكن يجي لك سؤال يقول لك الدي ان ايه ده بيجري يمه القطب السالب ولا القطب الموجب؟ اكيد يمه القطب الموجب، ليه؟ عشان الدي ان ايه ده نيجاتيفلي تشارجد. تمام تمام طيب الويلز ده عباره عن ايه؟ هو هنا عامل لك تمثيل تشبيهي كده، بيقول لك عباره عن ايه؟ عباره عن البوابات اللي وراها الاحصنه اللي هتجري في السبق. تمام عباره عن ستارتنج جيتس، بوابات البدايه اللي وراها الاحصنه اللي هي الدي ان ايه مولكيولز دي اللي هتجري يمه السبق اللي هو الايه؟ اللي هو لما شغل التيار الكهربي. تمام فهي استخدامات الحاجات دي في الاجروجي الالكتروفوريز. الاجروجي نفسه ده يعتبر الميديا او الماتريكس يعني اللي هتجري فيها الدي ان اي مولكيولز. الالكتريكال كارنت عباره عن القوه الفورس اللي النيجاتيف تشارج الدي ان اي هتجري يمه البوست بول فيها. والويلز دي هي عباره عن ستارتنج جيتس، عباره عن البوابات الدي ان اي مولكيولز هتبدا تجري منها. تمام تمام طيب هنا برضو بيسأل لك سؤال، بيقول لك الدي ان ايه مولكيولز دي بتجري يمه النيجاتيف ولا البوزيتيف بول؟ اكيد بتجري يمه البوزيتيف. تمام طيب ليه؟ علشان الدي ان ايه ده نيجاتيفلي تشارج، ده مشحونه سالبه. تمام طيب بيقول لك يعني لو ان احنا قايلين ان احنا بنشغل التيار الكهربي لمده دقيقه مثلا او لمده معينه، بيقول لك لو انت نسيت بقى التيار الكهربي شغال على طول اللي هيحصل؟ قال لك ان جزيئات الدي ان ايه ده هترن اوف ذا اند، هتنط من الاخر، يعني هتوصل للاخر وممكن تعدي الاخر كمان. تمام تمام فكده انا التست بالنسبه لي باظ، لان انا التست بالنسبه لي كان متوقف على ايه؟ متوقف ان كل جزيء هيجري مسافه معينه حسب حجمه في مده معينه ثابته بالنسبه للجزيئات كلها. تمام تمام
طب بيقول لك يعني بيقول لك ازاي بفرق في السايز بتاع الدي ان ايه فراجمنت؟ قال لك ان الحاجات الطويل الجزيئات الكبيره الجزيئات التقيله تمام هتجري مسافه هتبقى ابطا وتجري مسافه صغيره وتبقى قريبه من البولز، انما الجزيئات الرفيعه الصغيره هتجري اسرع وتبقى بعيد عن البولز تمام. ده ايه ملخص الكلام ده تمام. ناقص اخر موضوع عندنا وهو الدي ان ايه فينجر برينت وهو البصمه الوراثيه. في البدايه كده هو بيقول لك كام معلومه كده يعني ايه لما سبق دراسته. بيقول لك يعني ان 99.9 من عشرة 99.9 من 10 دي طول يعني ها 99.9% من الدي ان ايه بيقول لك متشابه بين شخص التاني. ازاي يعني؟ بيقول لك انت عندك عينين وانا عندي عينين، انت عندك ودان وانا عندي ودان، انت عندك كرات دم وانا عندي كرات دم تمام. فالدي ان ايه متشابه ايه ما بيننا تمام، ولكن 1 من 10% بس هو ده اللي بيختلف من شخص للتاني، وده اللي احنا بنعتبره الدي ان ايه فينجر برينت بتاعنا تمام. طب الواحد من 10% ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في النون كودنج بارت من الدي ان ايه. يعني ايه نون كودنج بارت؟ يعني جزء من الدي ان ايه اصلا ما بيحصلوش كودنج، ما بيتحولش الام ار ان ايه عشان ينتج لي بروتين، هو جزء موجود كده وخلاص تمام. تمام طيب اللي هو 1 من 10% ده اللي هو النون كودنج بارت ده، قال لك ان انا بسميه ريبيتيتيف دي ان ايه تمام. ريبيتيتيف سيكونس، ايه ريبيتيتيف سيكونس؟ ده عباره عن تتابع مكرر، وليكن مثلا اللي هو اي جي تي سي مثلا، وبيكرر بقى كرر مره كمان اي جي تي سي برضه نفس الكلام تمام. فهو التتابع ده مثلا موجود عندنا 4 مرات، موجود عند محمد 5 مرات، موجود عند اسماعيل 7 مرات، فده اللي بنسميه ايه؟ بنسميه تتابع متكرر، عباره عن تتابعات معينه بتتكرر ورا بعضها، ودي بتبقى مميزه للشخص التاني. فقال لك ان احنا عندنا 3 انواع من التتابعات دون، حاجه اسمها تندم ريبيت، دي اللي مهمه عندي، وحاجه اسمها تيرمينال، وحاجه اسمها انترسبيرست تمام. دي اللي يهمنا عشان دي اللي مشروح، انما دول موجودين اسامي بس تمام. تيرمينال ريبيتس دي عشان اقول لك مثال زيها، لو انت فاكر يعني انت الام ار ان اي لما بيتكون بيحصل له حاجه اسمها بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، احنا هنضيف له حاجه اسمها ادنين تيل تمام، اللي هو زي العديد الاثنين اللي هو اي 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 بيبقى كتير كده ده تمام. فده بنسميه تيرمينال ريبيت. طب انترسبيرسد ريبيت قال لك دي حاجه شبه التاندم ريبيت، بس التاندم ريبيت ده ما بيبقاش فيها انتربشن. يعني هي ايه؟ يعني اي جي تي سي اي جي تي سي كده ورا بعض تمام، ده التاندم ريبيت. انما انترسبيرسد لا، بيبقى فيه انتربشن في النص، بيبقى فيه حاجه تقطع التكرار ده في النص تمام. ده كده ايه الفرق بين التاندم والانترسبيرسد ده تمام. نوصل بقى هناك عشان نوصل للجدول. بيقول لك نقرا الكلام هنا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان 99% من الدي ان اي سيكونس بيبقى سيمولر بين اي اتنين، 1 من 10% بس ده اللي بيختلف بين اي اتنين، واللي بيبقى موجود في النون كودنج بارت بس. بيقول لك يعني الواحد من عشرة ده هو ده اللي بيبقى يميز كل شخص عن التاني، الا في حالة واحدة بس، ان هما يكونوا ايدنتيكال توين، ان هما ايدنتيكال توين يعني يكونوا توأم متماثل تمام. التوأم المتماثل ده بيبقى 100% من الدي ان اي سيكونس عندهم زي بعض تمام، يعني كل حاجة زي التانية بالظبط. فلو واحد عمل جريمة ممكن يلبسها في أخوه تمام. تمام كده ايه أول معلومة عندنا. تاني حاجة بيقول لك الريبيتيتف دي ان ايه، ايه الريبيتيتف دي ان ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيوكليوتايد سيكونس، عبارة عن تتابع معين من النيوكليوتايد ده بيتكرر مرارا وتكرارا في الجينوم. الجينوم يعني ايه؟ يعني المادة الوراثية بتاعة الكائن الحي تمام. تمام طيب الدي ان ايه بيقول لك ان هو بيتمثل جزء كبير من الدي ان ايه، مالناش دعوه. بيقول لك ان احنا عندنا 3 انواع من الريبيتيف دي ان ايه، عندنا حاجه اسمها تاندم ريبيت، عندنا حاجه اسمها تيرمينال ريبيت، عندنا حاجه اسمها انترسبيرسد ريبيت. اللي يهمني منها ايه؟ تاندم ريبيت. التاندم ريبيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريبيتات، يعني عباره عن سيكونس، عباره عن تتابع معين من النيوكليوتيد بيتكرر مرارا وتكرارا تمام. طب التتابع ده يهمني موجود، يهمني ايه؟ ان هو ما بيبقاش فيه انتربشنز، يبقى ورا بعض ما بيبقاش فيه انتربشن تمام. تمام طيب التاندم ريبيت ده بقى برجع اقسمه ل3 انواع، حاجه اسمها ساتلايت، وحاجه اسمها ميني ساتلايت، وحاجه اسمها مايكرو ساتلايت. انا بقى ايه بعملهم على حسب الحجم. ساتلايت هو اكبر حاجه، ميني ساتلايت ده اصغر شويه، المايكرو ساتلايت ده اصغر خالص تمام. تمام يبقى احنا عندنا دلوقتي الموضوع بادئ بايه؟ بادئ ب ريبيتيتيف دي ان اي سيكونس تمام. ده اللي بيمثل الفينجر برينت، عباره عن 3 حاجات، عباره عن تاندم ريبيت، عباره عن تيرمينال ريبيت، وعباره عن انترسبيرسد ريبيت. التاندم ريبيت ده قلنا ان هو نوع من الريبيتيتيف دي ان اي ما بيبقاش فيه انتربشن، بنقسمه 3 انواع، بنسمه ليه ساتلايت وميني ساتلايت ومايكرو ساتلايت تمام. يبقى انتم متابعين كده.
تمام. طيب هنا بيرجع تاني يعرف لك الدي ان ايه فينجر برينت. ايه هو الدي ان ايه فينجر برينت؟ عباره عن وسيله انا بعمل فيها ايه، بعمل ايدنتيفيكيشن للانديفيدوال عن طريق الدي ان ايه سيكونس بتاعه، عن طريق الدي ان ايه سامبل بتاعه. يعني انا مثلا رحنا مسرح الجريمه لقينا عينه دم، خدنا عينه الدم دي حللناها عرفنا الدي ان ايه دون تتابع فيه كذا، فعارفين الدي ان ايه تتابع بتاعه كذا، ده بتاع الشخص الفلاني، فانا بتعرف على الشخص الفلاني عن طريق الدي ان ايه سامبل اللي انا خدتها دي، تمام؟ عن طريق ان انا بدور على اليونيك باترنز بتبقى موجوده في الدي ان ايه ده، تمام؟ هنعرف ان في اشكال معينه من الدي ان ايه، كل شكل بيبقى متكرر عدد معين من المرات في كل شخص وبيبقى مختلف عن التاني، تمام؟ وقلنا مستحيل ان هو يتفقوا الا في حالات الايدنتيكال توينز، ولكن الباترنز دي بتتنقل من الاباء للامهات، سوري من الاباء للابناء، امهات ايه، تمام؟ بتتنقل من الاباء للابناء، تمام؟ تمام. طيب احنا بقى هناخد ايه؟ هناخد منهم حاجه اسمها الميني ساتلايت والمايكرو ساتلايت. الميني ساتلايت دون بيبقى لها اسم تاني، بيبقى اسمها حاجه اسمها variable number tandem repeat، تمام؟ tandem repeat عارفينها ان هي نوع من انواع tandem repeat، تمام؟ طب بنسميها variable number. ليه variable number؟ قال لك علشان عدد النيوكليوتيدات فيها بيبقى كام؟ بيبقى من 10 ل 100، فده رقم كبير، فبالتالي بيبقى فيه variability، اختلاف كبير ما بين كل واحد والتاني، تمام؟ فاحنا ساعتها فعشان كده سميناها variable number tandem repeat، ان هي تاندم ريبيت تبقى فاريبل في النمبر بتاعها. ليه؟ علشان المدى الاختلاف بتاعنا من 10 لحد 100، تمام. طب المايكرو ساتلايت بنسميها شورت سيكونس ريبيت او شورت تاندم ريبيت، تمام. شو ليه سميناها شورت؟ علشان المدى بتاعها صغير من 2 ل 9 ويوجوالي من 2 ل 5، تمام. يعني شفت هنا 100 وهنا 9، تمام، فده فرق شاسع بينهم، تمام. طيب من عشان تفتكرها دايما افتكر ان المايكرو اصغر من الميني، تمام. المايكرو ده حاجه بشوفها بالميكروسكوب، انما الميني انا ممكن اشوفها بالعين المجرد عادي، تمام. تمام. طيب ايه تعريف الميني ساتلايت او تعريف المايكرو ساتلايت؟ هما الاثنين نفس التعريف، اختلاف بس حاجتين، عدد النيوكليوتيد اللي احنا قلنا من 10 ل 100، هنا من 2 ل 9، وتاني حاجه ان الميني ساتلايت بتبقى غنيه في الجي والسي، انما المايكرو ساتلايت بتبقى غنيه في الاي والتي، تمام. تمام. يبقى عباره عن الاثنين بقى شورت ريبيتيتيف دي ان اي سيكونس، عباره عن تتابع معين من النيوكليوتيدات، التتابع ده بيتكرر. التتابع ده الميني ساتلايت بيبقى غني بالجي والسي، انما المايكرو ساتلايت بيبقى غني بالاي والتي، تمام. عدد التتابع ده عباره عن ايه؟ عباره عن من 10 ل 100 نيوكليوتيد، انما في المايكرو ساتلايت بيبقى من 2 ل 9 بس، تمام. بعدين بقى اكتب لك جملتين كده كبار، بيقول لك ان هما بيبقى في جريتر فاريشن في النمبر اوف ريبيت من وان بيرسون للتاني، والفاريشن في الكوبي نمبر اوف ريبيت مش في السيكونس بتاع الريبيت. ايه الكلام الكبير ده؟ بص يا عم الحاج، بيقول لك يعني ان الميني ساتلايت دي بتختلف من شخص للتاني، فاهمنا، تمام. بيقول لك اختلافهم من الشخص للتاني ده بيبقى عباره عن ايه؟ قال لك في اختلاف عدد تكرار الريبيت مش اختلاف السيكونس بتاع الريبيت. يعني ايه؟ وليكن مثلا احنا هندي مثال على المايكرو ساتلايت عشان هي ايه قصيره، ولكن قلنا ان هي اي تي تي، ادي السيكونس اهو، تمام. السيكونس ده بيبقى موجود عندي وعند احمد وعند محمد وعند محمود، تمام، ولكن موجود عندي انا 5 مرات، عند محمد 6 مرات، عند محمود 7 مرات، عند مصطفى 8 مرات، تمام. ولكن هو نفس السيكونس، يعني انا عندي اي اي تي 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 وهو عنده اي اي تي تي وهو عنده اي اي تي تي وده عنده اي اي تي تي، ولكن الاختلاف في الايه؟ الاختلاف في الكوبي نمبر اوف ريبيتس. يعني ايه؟ يعني انا عندي 4 وعنده 5، عنده ده واحد عنده 6 وواحد عنده 7، تمام. يبقى تاني، يبقى هو الجملة الكبيرة دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الريبيتس دي بتختلف من شخص للتاني، ماشي، عارفين الاختلاف ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكوبي نمبر اوف ريبيتس، عدد التكرارات، يعني انا متكرر عند 4 وعند التاني 5 وعند التالت 6 وعند التالت وعند الرابع 7، انما السيكونس نفسه واحد، يعني انا عندي اي اي تي تي وعنده اي اي تي تي وده عنده اي اي تي تي وكذا وهكذا، تمام؟ تمام. يبقى فهمنا كده الجزء ده، قلنا ان احنا الميني ساتلايت ده بنسميه تاني ايه؟ variable number random repeat. المايكرو ساتلايت ده بنسميه short sequence repeat او short random repeat، تمام. الميني ساتلايت ده عبارة عن short DNA sequence غني في جي و سي من 10 ل 100 base pair، بيشو great variation في number of repeats من one person للتاني، والفاريشن ده في كوب number of repeat مش في sequence of repeat. المايكرو ساتلايت عبارة عن ريبيتيف دي ان اي سيكونس غني في الجي في الاي والتي، و 2 ل 9 بيس بير
بيشو جريت فاريشن في النمبر اوف ريبيت من وان بيرسون للتاني، والفاريشن في النمبر اوف ريبيت وليس في السيكونس اوف ريبيت. تمام. طيب اهميه الدي ان ايه؟ فينجر بنت. بيقول لك يا عم الحاج المايكرو ساتلايت الميني ساتلايت ده احنا كنا بنستخدمه ان ذا باست، علامه على كلمه ان ذا باست ده جدا 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 جدا. تمام. ليه؟ علشان هو هيجي لك سؤال كمان شويه هيقول لك يا عم الحاج احنا عملنا مثلا دي ان ايه فينجر بنت في سنه 1985، احنا نوع الفينجر بنت اللي احنا استخدمنا ايه؟ هتقول له ميني ساتلايت. تمام. يبقى الميني ساتلايت دون دي حاجه كنا بنستعملها ان ذا باست. تمام. طب واحنا كنا بنستعمل فيها ايه؟ بنستعمل فيها حاجه اسمها ريستريكشن انزيمز اللي هي انزيمات القتل البكتيريه، ده موجود عندكم توتوريال اللي هو ريستريكشن فراجمنت لينس بوليمورفيزم. تمام. ارجعوا للتوتوريال بقى. تمام. وحاجه اسمها ساوزرن بلوتينج تكنيك، دي حاجه تاخدوها في المايكرو، طريقه انا بستخدمها علشان اشوف الدي ان ايه فينجر برينت. تمام. يبقى احنا اهميه الميني ساتلايت ايه؟ ان انا كنت بستعملها علشان ادور على الدي ان ايه فينجر برينت. طب بستعملها امتى؟ ان ذا باست، كنت بستعملها ايام زمان. تمام. تمام. طب كنت بستخدم فيها ايه؟ بستخدم فيها انزيمات القاتله البكتيريه اللي هي ريستريكشن انزيمز، وبستخدم فيها ساوزرن بلوتينج تكنيك. تمام. تمام. ادي كده الميني ساتلايت. طب المايكرو ساتلايت قال لك برضه انا مستعملها عشان ادور على الدي ان اي فينجر برنت او بنسميها دي ان اي بروفايل ناو ديز، وعلم على ناو ديز دي مهمه. تمام. تمام. طب من المايكرو ساتلايت بتستعمل ايه؟ بتستعمل بي سي ار، تستعمل الكتروفوريسيس، او ممكن تستعمل حاجه اسمها نيكست جينيريشن سيكونسنج. تمام. دي مهمه بقى عشان دي بتيجي سؤال. يبقى احنا تاني قلنا ايه اهميه الدي ان اي فينجر برنت، ايه اهميه الميني ساتلايت ان انا بعمل فيها ايه؟ بعمل ديتكشن الدي ان اي فينجر برنت ان ذا باست. طب المايكرو ساتلايت بعمل ديتكشن الدي ان اي فينجر برنت ناو ديز. تمام. ثانيه واحده، الدي ان الميني ساتلايت دي كنت بستعمل فيها ايه؟ بستعمل فيها ريستريكشن انزيمز اللي هو الريفليب ومعاه ساوزرن بلوتينج تكنيك. المايكرو ساتلايت بستعمل فيها ايه؟ بستعمل فيها البي سي ار والالكتروفوريسيس، او ممكن استعمل نيكست جينيريشن سيكونسنج. تمام. تمام. على كده خلصنا يعتبر الشرح. ناقص بقى ايه؟ ناقص ان احنا نحل مثال كده او اتنين. بيقول لك يعني بص على الفينجر برنت دون، قارن ما بين واحد، يعني ايه؟ احنا دلوقتي روحنا مسرح الجريمه لقينا عينه دم وعملنا لها دي ان ايه فينجر برنت طلع بالشكل ده، وعندنا اتنين مشتبهين، ادي المشتبه الاولاني دي ان ايه فينجر برنت بتاعه كده، وده المشتبه التاني دي ان ايه فينجر برنت بتاعه كده. تمام. مبدئيا كده مين اللي ارتكب الجريمه؟ مشتبه واحد ولا مشتبه اتنين؟ لا مشتبه اتنين اهو. تمام. شايفين شبه بعض بالظبط. تمام. الاختلاف بس ان ده ايه؟ ان ده حواليه دايره صفر. بيقول لك بقى يعني مين اللي عمل المشكله دون؟ قال لك السسبكت واحد ولا اتنين؟ لا سسبكت اتنين. ليه؟ قال لك علشان الدي ان اي فينجر برينت اللي احنا لقيناها في مسرح الجريمه نفس الدي ان اي فينجر برينت اللي احنا لقيناها من سسبكت اتنين. بيقول لك يعني لو انت عملت الموضوع دون ناو ديز في الوقت في الفتره دي. تمام. حديثا ايه هو نوع الدي ان اي فينجر برينت اللي انت هتستعمله؟ ميني ساتلايت ولا مايكرو ساتلايت؟ اكيد مايكرو ساتلايت. طب احنا لو عملنا البتاع ده في سنه 1985، ايه نوع الفينجر برينت اللي احنا هنكون استعملناه؟ هو الميني ساتلايت. تمام. بيقول لك دلوقتي انت لو بتعمل دي ان اي فينجر برينت وبتعمل بتدور على ميني ساتلايت، او بتستخدم ميني ساتلايت اللي هو فاريبل نمبر تندم ريبيت، عملناه ان ذا باست، هنستعمل ايه؟ هنستعمل ريستريكشن انزيم ساوزرن بوتينج تكنيك بس، ولا نستعمل بي سي ار والكتروفوريس بس، ولا بي سي ار ونكست جينيريشن سيكونسنج بس، ولا بي يو سي؟ طبعا غشت الاجابه انها ايه، عشان احنا قايلين الميني ساتلايت لا ان ذا باست. فالميني ساتلايت بيستعمل ايه؟ بيستعمل ريستريكشن انزيمز اللي هو الريفليب والساوزرن بلوتينج تكنيك. تمام. تمام. طب وبعدين بيقول لك يا عم الحاج ده مثال تاني، بيقول لك ان انت دلوقتي بيقول لك دلوقتي ام بتتهم اب ان هو ايه، لا سوري معلش، بيقول لك يعني ان ام واب اتخطف ابنهم بقالهم 10 سنين. تمام. طب وبعدين لقوا الواد دون، فهم بيتزعموا ان الواد ده ابنهم، فانت عشان تشوف هل هو ابنهم ولا لا بتدور على ايه؟ بتدور تعمل دي ان ايه بروفايل الاثنين وتشوف الواد دون ابنهم ولا لا. تمام. لان اكيد شكله اتغير، ان هو مخطوف من سنتين دلوقتي بقى ايه، بقى عنده 10 سنين. تمام. تمام. طيب فعملنا الدي ان اي بروفايل للاب والام والعيل، هنشوف بقى هو ابنهم ولا مش ابنهم. بيقول لك يعني ان انت لقيت التتابع عند الام 5 و10، وعند الاب 7 و13، عند الابن لقيت عنده 5 و7. تمام. فاكيد هو الابن ده وارث من امه 5 ووارث من ابوه 7.
تمام. فكده بالنسبه لي الواد ده ابنهم ولا مش ابنهم؟ اه ابنهم. ليه؟ علشان هو وارث من امه 5 ووارث من ابوه 7. تمام. طيب مش مشكله. تمام. السؤال الثالث بيقول لك يا عم الحاج، بيقول لك ان ام متهمه الراجل، الام متهمه الراجل ده ان الواد ده ابنه. تمام. فانت بتعمل ايه؟ بتروح عامل الدي ان ايه بروفايل ليهم هما الثلاثه. طيب دي ان ايه بروفايل بتاع الام ده الشكل ده، دي ان ايه بتاع الابن زي الشكل ده، دي ان بتاع الاب زي الشكل ده. هل هو ابوه ولا مش ابوه؟ تعال نبص. الابن عنده شريطين هنا اهو، ده واخده من امه وده واخده من ابوه. طب الابن عنده شريطين اهو هنا اهو، ده واخده من امه وده واخده من ابوه. طب وعنده شريط واخده منهم هما اللي واخده منهم هما الاثنين، يبقى الراجل ده ابوه ولا مش ابوه؟ اه ابوه. ليه؟ علشان هما الاثنين عندهم نفس الايه، نفس السيكونس ده. اوكي كده الامتحان هيجي لكم اختياري ان شاء الله يعني. تمام. فبالنسبه لي انت تعرف بس ان هو ابوه ولا مش ابوه. تمام. طب تاني بقى حاجه بيقول لك ان ام متهمه اتنين، يعني واحد منهم هو ابو الايه، ابو الولد. طب عاوزين بقى نشوف هو ابوه ولا مش ابوه، فعملنا دي ان ايه بروفايل ليهم هما التلاته. نيجي نشوف بقى الابن، الابن وارث من ده من امه او ممكن من ابوه، من ميل واحد او من ميل اتنين، مش موضوع. طب هنا مش من امه، طب مش موجود في ميل اتنين بس موجود في ميل واحد، يبقى شاكك في ميل واحد اكتر. طب هنا وارثهم هما الاتنين من امه ولكن ده برضه موجودين في التلاته. طب هنا موجودين هنا في ميل واحد بس، طب هنا مخدش حاجه بس هنا واخدها من ميل واحد بس، من ميل رقم واحد، يبقى الراجل، يبقى الواد ده ابن ميل واحد ولا ابن ميل اتنين؟ ابن ميل واحد. تمام. بس كده اعتبر خلصنا. اتمنى تكونوا استفدتوا وما كنتش طولت عليكم يعني، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.